عقب تخفيض تصنيفها إلى بلس سي سي سي. هل انهارت إثيوبيا بسبب حربها على تيجراي وسد النهضة؟ معكم أميرة الشربيني، أهلا بكم. يلا سؤال بقى بيطرح نفسه بكل قوة على الساحة السياسية والاقتصادية الخاصة بتوقعات الحال اللي وصلت له إثيوبيا وحكومة أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بعد الحرب الشرسة اللي دخلتها الحكومة الإثيوبية ضد مكون تيجراي المعارض لسياسة حكومة أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وكمان قيام الحكومة الإثيوبية باستهلاك كل تركيزها الاقتصادي على بناء سد النهضة الإثيوبي واستهلاكها لكل مدخراتها في الإطار ده، بالإضافة لإنفاقها على التسليح وتركيزها كمان على مواجهة قوات تيجراي ومحاولتها إشعال الحروب مع السودان وعدم قدرتها على مواجهة المجاعة بسبب كل الورطات اللي هي فيها دي. في الإطار ده خفضت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز جلوبال التصنيف السيادي لإثيوبيا إلى بلس سي 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 من ماينس بي، مشيرة إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي والتأخير في إعادة هيكلة الديون وفق الكلام اللي نقلته وكالة رويترز. اندلعت الحرب قبل 10 شهور بين قوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية اللي بتسيطر على تيجراي وامتدت إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين في يوليو. اتسبب القتال ده في المنطقتين إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وجعل حوالي 1.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الغذائية ووجود احتمالات كبيرة لوقوع مجاعات شديدة. قالت كمان ستاندرد أند بورز في بيانها أن تصعيد صراع تيجراي اللي اندلع في نوفمبر الماضي بيهدد أجندة الإصلاح التحويلية للحكومة. في الأسبوع اللي فات طلبت الحكومة الإثيوبية تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولي، ومن ناحية تانية عقدت لجنة الدائنين الإثيوبية اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر في محاولة لإعادة هيكلة ديونها في إطار مشترك لمجموعة العشرين والمساعدة في إنشاء أساسات اقتصادية مستقرة. تتوقع ستاندرد أند بورز أن الأسواق المحلية هتلعب في إثيوبيا دور مهيمن بشكل متزايد في تمويل عجز الميزانية الإثيوبية بما يتجاوز توقعات الوكالة لحد عام 2024. حافظت الوكالة كمان على توقعات حوالين إثيوبيا عند مستوى سلبي، وده هو اللي بيعكس إمكانية إدراج الدائنين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجي. الكلام ده بيحصل في الوقت اللي كشف موقع ستارز أند ستريبس الأمريكي والمعني بالشؤون العسكرية عن تحرك جديد من الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية لوقف الحرب في تيجراي. أكد كمان الموقع أن الكونجرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري بيدعموا بايدن في فرض عقوبات، وقدم عدد من الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ المهتمين بالسياسة الخارجية مشروع قانون جديد من شأنه أن يعزز بشكل كبير جهود الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المسألة عن المذابح في منطقة تيجراي. وجه في بيان مشترك صادر عن رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينديز ورئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية والعمليات التابعة لمجلس الشيوخ كريس كونز ديدل إن حجم وطبيعة الانتهاكات في تيجراي والمناطق المجاورة مذهل، مرحبين أيضا بتهديد بايدن بفرض عقوبات. والبيان قال إن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من أطراف النزاع في إثيوبيا بتستدعي رد قاطع، وأكد البيان لن نتسامح مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف العرقي.